اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه وفي الحلقه المقبله ان شاء الله سنتكلم عن حوادث، وهي اكثر الحوادث المؤلمه في العراق التي تحصل منذ عام 2003 لحد الان. لكن الحوادث المقرونه بالميليشيات، ما اقصده اليوم سنتحدث عن حالتين حصلت في الاسبوع هذا، الاسبوع الماضي، وارتبطت بالميليشيات في الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، وارتبطت بالميليشيات. الحادثة الأولى اللي سنتحدث بها اليوم هي تنفيذ ميليشيا العصائب التابعة للحشد الشعبي المقدس، طبعا مثل ما يقولون جريمة بشعة جديدة بحق مواطنين عراقيين أبرياء في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين. نفذت هذه الميليشيات هذه الجريمة في منطقة الرفيعات في ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد. الجريمة اعتبار تفاصيلها اختطاف 28 شخص من أهالي هذه المنطقة، اختطفوهم بلا ذنب ارتكبوه وقادوهم إلى مكان مجهول. بعد ساعات قليلة وجدوا جثث 8 من هؤلاء الذين تم اختطافهم ملقاة على قارعة الطريق، تم تصفيتهم وقتلهم بشكل وحشي وبشع. الحقيقة هذه المجزرة ليست جديدة، هذه واحدة من سلسلة من المجازر التي ارتكبت منذ عام 2003 لحد الآن. هذه الميليشيات مكلفة بارتكاب هذه الجرائم، وليس لها وظيفة إلا الفساد والخراب والقتل والدماء. هذه الحقيقة، هذه الميليشيات عبثت في هذه المنطقة بشكل كبير جدا جدا، وراح ضحية هذه الجريمة طبعا مثل ما نقلت كل وسائل الإعلام الصور والفيديوهات التي خرجت، فتيان وشباب ومن أبناء أهل هذه المنطقة. مثل ما قلت هذه جزء من سلسلة طويلة من جرائم ومجازر لا تتوقف، خاصة في هذه المناطق والمحافظات التي تعاني لسنوات طويلة من تغول الميليشيات، من سيطرتها، من ابتزازها للمواطنين، من تعديها على حياتهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون الحقيقة. والشكاوى طبعا يبثونها إلى الحكومة، والحكومة لا، هي لا تسمع، لا تصغي أبدا لهذه الشكاوى. شكاواهم متكررة، السكان كل من يسألهم يشتكون، يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون عليهم، وبالتالي يشتكون لهذه الحكومة، يقدمون الشكاوى المتكررة لكن لا أحد يسمع. هناك صمت يوحي أو يؤكد تواطؤ وتهاون الحكومة وقواتها الأمنية مع هذه الميليشيات الإرهابية الطائفية. السؤال الذي كان يطرح نفسه على ألسنة كل العراقيين وخاصة في هذه المناطق، أهالي هذه المناطق وهذه المدن يشاهدون أن أعداد القوى الأمنية هائل جدا، أعداد قوى الجيش هائل جدا، أعداد الشرطة الاتحادية هائل جدا، القوى الأمنية الأخرى مكافحة الإرهاب والأمن الوطني وغيرها، أعداد أجهزة أمنية، يمكن عندنا 17 جهاز أمني وكلها لديها قوات وفرق مدربة، والناس تشاهد هذه الفرق ويتساءلون وهم يشاهدون هذه الأعداد الكبيرة، طيب إذا لدينا كل هذه القوى العسكرية وكل هذه القوى الأمنية وكل هذه القوى من الشرطة، ما حاجتنا إلى أن نعطي الضوء الأخضر لانتشار هذه الميليشيات في هذه المدن؟ وهذه الميليشيات معروف عنها طائفية، فكرها طائفي، تتصرف بطائفية، تبتز الناس، والشكاوى كثيرة عليها وجرائمها كثيرة، وهي صانعة للحقد والكره والبغضاء بين العراقيين، مفرقة العراق للعراقيين. ما الحاجة لهم إذا كنا كل هذه القوى نمتلكها؟ لماذا نترك هذه الميليشيات بأسلحتها وآلياتها وآليات حكومية تتصرف بالناس بهذه الطريقة الوقحة؟
ربما أيضا ترتبط بهذه الحادثة بعد ساعات من حصول هذه الجريمة البشعة، يعني رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قام كعادته بخطوة استعراضية قام بها سابقا في كثير من المناطق. يعني الحركة الاستعراضية قام بها بالذهاب إلى يعني محافظة صلاح الدين وإلى المنطقة، والتقى بعوائل المغدورين من الشهداء وحضر مجلس عزاء الضحايا، لكن تحدث بشكل غريب عجيب. قال يعني الإرهاب بالنص، قال الإرهاب لن يكون له مأوى ومكان مهما حاول التسلل مجددا. أنا أي مأوى وأي إرهاب تتحدث وأي تسلل؟ هذه ميليشيات، وأنت تعرف هذه ميليشيات يحاول رمي الكرة في ملعب آخر لكي يتوه القضية. بعد ذلك ستظهر لماذا قال هذه الجملة وكيف يعني تم الاتفاق عليها. يحاول هو رمي الكرة في ملعب آخر، الإرهاب الذي ومتناسي أنه الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات هذا مسلسل يعني لا ينتهي مستمر، الشكاوى كلها تدينها من ساحة التظاهرات في بغداد في ساحة التحرير إلى ساحة الناصرية ساحة الحبوبي والنجف وكل مدن العراق. الشباب نالوا من هذه الميليشيات الكثير، والبيوت والناس والتهجير والتغيير الديمغرافي والمدن التي سميت محررة، كل هذه نالت من الميليشيات ما نالت، والكل يعرف والقصص واضحة. الآن يرميها باتجاه آخر، يعني وكأنه قوى جاءت من خارج الحدود تمارس هذه داعش، يوحي بأنها داعش، وربما على الناس أن تفكر بهذا الاتجاه. أهل المنطقة يعرفونهم ويعرفون هذه الميليشيات، والناس كلها تعرفهم. على من تكذبون وعلى من تضحكون؟ هذه كذبة كبيرة. لكن يعني وتوعد طبعا، قال توعد بتشكيل لجنة وكشف القتلة وكشف من قام بهذه. طيب قبل أن تتوعد بهذه، أين الوعود السابقة؟ أين قتلة المتظاهرين؟ أين قتلة المغدورين الذين تم اغتيالهم؟ كثير من الوعود هذه الخمس أو ستة أشهر التي مضت ولا وعد منها، وقبل ذلك سنوات 17 سنة شكلت مئات الآلاف من اللجان التحقيقية، أين نتائج هذه؟ كذبة ما عاد الشعب يعني يصدقها. لكن سأختم هذه الحلقة ربما بنكتة سوداء الحقيقة، نكتة ربما سوداء يعني الحشد الشعبي أطلقها. فاللواء ما يسمى باللواء 41 الحشد الشعبي قال إن نتائج التحقيق، يعني بعد ساعات من هذه الجريمة، قال بأن نتائج التحقيق، لا أعرف أي تحقيق وكيف جرى هذا التحقيق بسرعة، سريع جدا هذا التحقيق، نتائج التحقيق أثبتت أن ستظهر أن داعش تستهدف المنطقة وأبنائها. ثم عاد بعد ذلك نفس هذا ما يسمى باللواء 41 للحشد الشعبي قال داعش تعمدت ارتكاب هذه الجريمة لخلق ثغرة بين الحشد وتهديد السلم المجتمعي، بين الحشد والناس وتهدد السلم المجتمعي. أي السلم المجتمعي؟ ما السلم المجتمعي صادرتوه أنتم الميليشيات منذ عام 2003 لحد الآن، وفي رقابكم في ضمائركم دماء مئات الآلاف من العراقيين، آهات ودموع وأحزان ملايين الآباء والأمهات والزوجات والأطفال اليتامى كلها في رقابكم، وتتحدثون عن سلم اجتماعي. سلم اجتماعي هذا؟ العراق أكثر من 10 ملايين عراقي هاجروا إلى الخارج، 1.5 مليون عراقي قتلوا، مدن كاملة تدمرت، مزق النسيج الاجتماعي بكم، وأنتم تتحدثون عن سلم اجتماعي تهدده داعش. وأنتم قلتم قبل ذلك أن الحرب مع داعش قد انتهت وأننا قد انتصرنا، الآن داعش من تهدد السلم الاجتماعي؟ ما أنتم وداعش من نفس المنبع ونفس المصيبة ونفس الكارثة التي حلت بالعراق. وقت هذه الحلقة قد انتهى، لكن سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات والتي ترتكبها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن لن تنتهي إلا بثورة شعبية تطيح بكل هؤلاء. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.